حديث فيه خلل أجرته مجموعة كراود سترايك الأمريكية للأمن السيبراني على أحد برامجها المعلوماتية شل قطاعات عديدة حول العالم، مطارات عالمية، محطات قطارات، بنوك، مستشفيات ووسائل إعلام كلها توقفت بسبب العطل الفني. إذن عطل فني أحدث فوضى عالمية طالت قطاعات عديدة في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية، شركة الطيران التركية، وسائل الإعلام، بنوك أيضا. وطلبت هيئة الطيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب. بدورهم أبلغ مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة على نطاق واسع. أفادت وسائل إعلام أسترالية أن شركات طيران ومقدمي خدمة الاتصالات والبنوك ووسائل الإعلام تعطلت بسبب فقدان الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر. كما قال بعض البنوك النيوزيلندية إنها غير متصلة بالإنترنت أيضا ولم يكن السبب وحجم الانقطاع واضحا. هذا وسجل موقع داون ديتكتور الذي يرصد عمل الإنترنت انقطاعات متزايدة في الخدمات في شركات فيزا، IDT Security، أمازون، شركات الطيران بما في ذلك دلتا، American Airlines. مطار برلين أيضا أعلن الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 8 بتوقيت غرينتش. قالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز، تسجيل وصول الركاب، إصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي. أعلنت أيضا مطارات لندن عن تأخير في الرحلات، زاد على القائمة مطارات أيضا شرق أوسطية. كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل. انضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن الخلل التقني. وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا عن وجود مشاكل فنية واسعة. من باريس ينضم إلينا مراسل الحدث فادي دهوك، من إسطنبول مراسل الحدث زيدان زينكلو، ومعنا من أهلا بكما على شاشة الحدث، ونتطلع إلى آخر المستجدات معكما. أبدأ من باريس، كيف كانت تداعيات هذا الخط والخلل والعطل التقني حتى الآن؟ وهل ترى باريس أنه عطل تقني ناتج عن العطل الذي أصاب مايكروسوفت، أم ترى شيء آخر يمكن أن يكون متعمدا؟ ضحى، الوكالة الفرنسية لأمن الكمبيوتر والمعلومات أصدرت بيانا قبل قليل توضح ما حدث وتقول أنه لا وجود لأي مؤشر على أن ما حصل هو هجوم إلكتروني وأنما مجرد عطل تقني قد يحصل ولكنه كبير جدا. لكن على العموم في فرنسا لم يكن هناك تأثيرات كبيرة جدا، الأضرار كانت طفيفة. طالت على سبيل المثال ثلاث شركات اتصالات فرنسية أعلنت أن خدماتها الإلكترونية أو جزء من هذه الخدمات توقف بالنسبة للمستخدمين. كذلك أعلنت قناة تي أف آن، القناة الفرنسية الأولى، أنها لا تتمكن من بث برامجها المعتادة، بالإضافة إلى أن مجموعة قنوات كانال بلوس التلفزيونية الفرنسية أيضا قالت أنها تأثرت بهذا العطل. ديزني لاند أيضا أعلنت أن موقعها الإلكتروني تأثر بهذه المشاكل التقنية. لكن حركة القطارات، مترو الأنفاق، النقل العام تسير بشكل طبيعي جدا ولم تتأثر أي منها، ما تزال تعمل بشكل. لكن القطاعات التي تأثرت فادي على يعني على حجمها الصغير في فرنسا التي تأثرت، أنا أقصد هنا، هل عادت للعمل بشكل طبيعي الآن؟ حتى الآن لم يصدر أي إعلان أنها عادت للعمل بشكل طبيعي، سوى أن هناك كان إعلان من قبل مرفأ مدينة كالي الرابط بين فرنسا وبريطانيا في وقت سابق من هذا الصباح، أعلن توقف خدماته للتسجيل للمسافرين، لكنه بعد ساعة تقريبا أعلن أنه تمكن من استعادة السيطرة على هذه المشاكل أو حل هذه المشاكل التقنية، وعاد ليقوم بأخذ المسافرين وتسجيلهم من جديد. طبعا نحن
نتحدث عن العطل الفني الأكبر في التاريخ حتى الآن وحجم الخسائر وحجم التأثير. ماذا عن إسطنبول زيدان؟ ماذا عن تركيا وحجم التأثير جراء هذا العطل الفني الكبير؟ نعم ضحى، الوضع في تركيا مشابه تقريبا للوضع في فرنسا. التأثيرات أقل بكثير مما تشهده بعض الدول الأوروبية كسويسرا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أولو قال إن المشاكل التي حدثت في تركيا ليست ناجمة عن هجمات سبرانية أو هجمات إلكترونية، إنما هي نتيجة أعطال بشركات كانت تستخدم كراود سترايك أو منتجات كراود سترايك في تركيا. طبعا أكثر الشركات تأثرا بهذا الموضوع هي شركة الخطوط الجوية التركية التي ألغت 84 رحلة هذا اليوم. معظم الرحلات كانت من مطارات ألمانية فرنسية إسبانية وسويسرية. أيضا كان هناك بعض الرحلات الداخلية ما بين إسطنبول وأنقرة وكهرمان مرعش وقيصري. بالعموم أيضا أسهم شركة الخطوط الجوية التركية تأثرت بشكل طفيف في البورصة. تراجع سهم شركة الخطوط الجوية التركية بمقدار 1.25% هذا اليوم في بورصة إسطنبول، البورصة التي شهد مؤشرها الرئيس انخفاضا بنسبة 0.40، هو انخفاض طفيف إلى حد هذه اللحظة. طبعا على فيما يخص قطاع البنوك، دينيز بنك وهو بنك خاص في تركيا أعلن عن توقف خدماته للعملاء، وهناك يعني بسبب المشاكل التقنية، والفريق التقني يقوم بحل هذه المشاكل. بالعموم كما ذكرت هذه هي مجمل المشاكل التي شهدتها تركيا، وتركيا حتى هذه اللحظة هي أقل تأثرا من كثير من الدول الأوروبية. شكرا جزيلا لكما، مراسل الحدث زيدان زينكلو كنت معنا من إسطنبول، ومراسل الحدث فادي دهو كنت معنا من باريس. شكرا جزيلا لكما. معنا من دبي الدكتور أنس النجداوي مستشار الحدث للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. ماذا حدث اليوم؟ نحن نتحدث عن العطل، وصف هكذا من قبل الخبراء العطل الأكبر، العطل التقني الأكبر في التاريخ. ماذا حدث وكيف حدث؟ مساء الخير لك سيدتي والمشاهدين الكرام. بداية لا نستطيع الآن الجزم 100% أنه هو الهجوم أو التعطل الأكبر بالتاريخ، لربما الملموس أو لربما الذي شعرنا به، ولكن هنالك هجمات في السابق حدثت على نطاق كبير وواسع أيضا، ولكن لربما لم تكن بالخطر أو لربما بالتأثير الذي حصل ما شاهدناه البارحة واليوم. ما حصل هو خلل فني على منظومة مايكروسوفت آجور، وهي للخدمات السحابية، والتي هي تتعامل مع شركة متخصصة في حماية وبتشفير الأجهزة التي أجهزة المستخدمين، وهي شركة طبعا أخرى غير عن مايكروسوفت، حصل فيها أيضا هذا الخلل. فببساطة كل الأجهزة التي تتعامل على مايكروسوفت آجور وأيضا عندها هذه برمجية فالكون آي، والتي هي من شركة كراود سترايك، حصل فيها هذا الخلل أو هذه الثغرة بسبب تحديث قامت به هذه الأنظمة، وبالتالي أصابت كل هذه الأجهزة. طيب، هل يعني ذلك بأنه هذا ممكن أن يتكرر؟ وحجم الخسائر أيضا، لأن الخبراء يقولون حجم الخسائر سيكون قياسيا. نعم بلا شك. الأنظمة ليس هنالك أي نظام أو أي جهاز آمن 100%، وبالتالي حدوث أخطاء تقنية هذا وارد في المستقبل، ويزداد بزيادة تعقد هذه الأنظمة وترابطها مع بعضها البعض. وهذا طبعا هذا بلا شك يجب أن يؤخذ بالحسبان، ويجب أن يتم وضع خطط لحالات الطوارئ، خاصة في الأنظمة التي هي تعتبر أنظمة حيوية.